معك دكتور زيادة. اليوم 12 الطوفان وبعد هذا العدد المتقدم من ضحايا الصهاينة، كيان الصهيوني البارحة لجأ إلى مجزرة جديدة. هي ليست جديدة، يعني جرائمه كثيرة منذ 48، واستهداف مباشر تحت الكاميرات المستشفى، الكاميرا أضواء الكاميرا لمستشفى تقديرات في غزة المعمداني، تقديرات في غزة تقول وصلوا الشهداء قرابة 500 و1000 ضحية. كيف تقرأ هذا التصعيد الصهيوني الجديد؟ في الحقيقة أخي العزيز، يعني المجازر الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني لم تتوقف. الكيان الصهيوني منذ نشأته هو كيان نشأ على المجازر والقتل والتهجير والقمع والتنكيل بالفلسطينيين. نحن نعلم أن قبيل عام 48 قامت العديد ارتكبت العديد من المجازر، ليس أقلها دير ياسين والطنطورة وغيرها من المجازر التي ارتكبت في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات. في كل عقد من الذي مر على القضية الفلسطينية وجدنا أن هناك نوابلا من المجازر حصل بحق الشعب الفلسطيني. فهذا كيان حقيقة هو قام على المجازر، قام على الدماء، لأن شعبه شعب إسرائيل بين قوسين هو شعب متعطش للدماء، لا يرتاح إلا إذا رأى أنهار من الدماء تسيل من خصمه العنيد وهو الخصم في الحالة هاي للشعب الفلسطيني. لذلك لم يكن غريبا أبدا مسألة المجزرة التي حصلت أمس، ولا استغرب ابدا ان يحصل في الغد مجازر اخرى. بالعكس، هو هذا مسلسل على الاقل في المدى المنظور اذا اريد للهدف الذي وضعه الاحتلال من حربه على غزة ان يستمر، فنحن بانتظار العديد مما راينا امس، سواء كان بحق مدارس الأنور والان او بحق مستشفيات اخرى او بحق مدنيين ربما اضطروا الى مغادره بيوت اماكن اخرى. لذلك فالمجازر هي ديدا هذا الكيان، ولا أعتقد أنه سيتوقف. أما الذي ينبغي ربما التوقف عنده هو مدى الوقاحة الموجودة عند هذا المجتمع الغربي تحديدا والمجتمع الدولي على الوجه العام في مسألة التعامل مع هذه المجزرة، رغم كل ما حصل ورغم أن ما حصل الجريمة حصلت تحت سمع العالم وبصره وتحت الأضواء وتحت تصوير الكاميرات وبعد تغريدات من قادة الجيش الصهيوني بأن نحن قصفنا المستشفى بسبب أن هناك أنفاق لحماس تحتها. يتم سحب تويتر التويت الذي قام بوضعه ذلك المأفون المجرم القاتل، ويتم سحبه ووضع اتهام آخر بحق الفلسطينيين. الغريب أنه القادة الصهاينة المتصهينين، سواء كان بايدن على أسهم أو آخرين في المجتمع الغربي، يتبنون هذه الرواية، واليوم يشكر الرب أن الذي قام بالمجزرة هو الطرف الآخر، يعني طرف الفلسطيني قام بالمجزرة بحق نفسه. لذلك ليس غريبا على المحتل أن يكون بالمجزرة، وليس غريبا جدا على المجتمع الغربي أن يكون بمستوى هذا النفاق. لكن الغريب أكثر فأكثر، والذي ربما يعني يعتمل في القلب وربما يعني يجعل الإنسان في حيرة من أمره، أن نكون بهذا المستوى نحن كعرب وكمسلمين بهذا المستوى الهوان أمام المجتمع الغربي وأمام بايدن وأمام القادة الصهاينة والغربيين الآخرين. هذا المستوى من الاستهانة بالدم الفلسطيني، هذا المستوى من الاستهتار بالعقل العربي والمسلم والفلسطيني والمجتمع الدولي عموما، هذا المستوى من الاستهتار، هذا المستوى من الاحتقار حتى للدم الفلسطيني، هذا غير مسبوق حقيقة. غير مسبوق أن ترتكب مجزرة على مرأة العالم وما اسمعه، ثم يتنكر هذا المجتمع ويتعامل معها بهذا المستوى من البول، سواء كانت الاتحاد الأوروبي، سواء كانت الإدارة الألمانية أو الحكومة الفرنسية أو الحكومة البريطانية، كلهم عن قوس واحد أخي، اجتمعوا الآن على رواية واحدة ويحاولون تسويق هذه الرواية. وللأسف نحن نعلم أن ذاكرة الناس هناك قصيرة جدا، وهي ترى فقط أمام يعني ما هو أمام نظريها، لا ترى أبعد من ذلك، فما يروجه الإعلام تعيده. وللأسف تبنت الرواية هذه من قبل بعض
بعض وسائل الإعلام الغربية وأخذت تربة. لذلك يا أخي نحن أمام حقيقة بداية لمسلسل أعتقد أنه قادم بشكل أفظع مما كان عليه سابقا، لأن الضربة التي وقعت على رأس الصهاينة والتي وقعت على رأس حتى مشغلي هذا الكيان الصهيوني وزارعيه وبنائيه في هذه المنطقة كان حقيقة ضربة صاعقة. فنحن لسنا مستغربين أبدا أن يكونوا الآن في حالة من الهستيريا الفلسطينية، وليس من الغريب أن يكون مستوى هذا الهستيريا من التعامل مع الدم الفلسطيني المسفوح في كل مكان، ليس من الغريب. لكن الغريب حقيقة هو موقف الدول العربية والقادة المسلمين. سنعود على موقف الدول العربية دكتور زيادة قبل الحين كلمة يا ضيفي الثاني من لندن. يعني هذه الهستيريا وهذا التخبط يعكس إلى حد يعكس فشل في تحقيق بنك الأهداف الصهاينة في 12 يوم الأولى دكتور زيادة. هو لا شك أبدا أن تستمر المقاومة كتاب عزيز القسام وسائر فصائل المقاومة أن تستمر بإطلاق الصواريخ على تل أبيب وعلى القدس، وأن تشل الحياة في إسرائيل عموما في عموم الكيان الصهيوني، أن تشل الحياة بهذا المستوى من المهنية والاحتراف عند المقاومة رغم كل هذا الدمار. ومن يعرف قطاع غزة يعرف أن هذا القطاع عبارة عن شقة صغيرة أخي. يعني نحن لا نتحدث عن فيتنام أيام ما كان الثوار في مواجهة الأمريكان على مساحة شاسعة من الأرض وفي غابات مترامية الأطراف. نحن نتحدث عن بقعة جغرافية صغيرة جدا، نحن نتحدث عن مساحة لا تتجاوز 360 كيلومتر مربع أخي، فيها 2.5 تقريبا مليون فلسطيني، البيوت فيها أكثر كثافة سكانية في العالم عموما. نحن نتحدث عن هاي البقعة من الأرض التي استهدفت حتى الآن على الأقل بنصف قنبلة نووية ضربت، القنابل التي ألقيت على قطاع غزة والأسلحة التي فرغت في قطاع غزة لا تقل عن نصف قنبلة نووية كما قيل. لذلك كل هذا السلاح، وأن تبقى المقاومة ترفع عنقها، وأن يبقى أبو عبيدة يخرج أمام الناس ويبشر الناس ويسعد الناس بأقواله ويواسي الناس في أتراحهم وفي أحزانهم، هذا المشهد حقيقة غير مألوف رغم كل هذه الأسلحة ورغم جسر السلاح الذي قام الأمريكان بإمداده للصهاينة والإسرائيل والجسر الغربي عموما والبوارج وغيرها، أن نجد أن هناك ما زال هناك نفس قوي جدا عند المقاومة، ولا زال الفلسطينيون يرفضون الهجرة ويرفضون التهجير ويرفضون ترك أراضيهم ويرفضون التخلي عن بلدانهم. مهم جدا دكتور زيادة الحديث عن نفس المقاومة أستاذ علي في ظل لا توازن العتاد وفي ظل المعطيات البشرية والجغرافية التي سردها الدكتور زيادة، يعني مساحة صغيرة وهذا نسبة التضخم أو التعداد السكاني غير المسبوق.